بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. بين الأناقة واللباقة تاهت المسؤولية والحقيقة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير مع حلقة مهمة من ملك كتابة، حلقة الخميس التي تحمل الرقم 676 على مشارف الشهر رمضان الكريم. كل سنة وانت طيب يا باشمهندس. كل سنة وحضرتك وجميع الأمة الإسلامية بخير. لكن دعني أولا أنعي الصديق يعني المخلص المجاهد في سبيل حقوق الأهلي رحمة الله على المستشار حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني النادي الأهلي، الله يرحمه، يعني تقريبا ما خسرش قضية محليا أو دوليا خاضها من أجل الأهلي، لعل أبرزها إعفاء النادي الأهلي من غرامة اقتربت من 1.5 مليون جنيه، 100 مليون و500، ده قضية مسك مش كده؟ مية حاجة و40 مليون جنيه كان قد حكم بها على الأهلي أمام مسك. الراجل ده يعني طبعا أنا عرفته منذ يعني أن مجلس الإدارة الحقيقة حرص الكابتن محمود الخطيب وأعضاء المجلس على تشييع جثمانه إلى مسواه الأخير عليه رحمة الله. هو كان لعيب قديم في النادي الأهلي كرة يد، الجيل بتاع شمس سعيد، وبعدين المهم سافر بره واشتغل بره، وبعدين عاد إلى مصر. فكان تعرفنا عليه، كان في قضية مرفوعة على النادي الأهلي، جابوا لي هشام سعيد يعني بسرعة كده، وبدأ مشوار النجاح مع النادي الأهلي. قال لنا كذا فكرة والحمد لله استفدنا منها، ولكن يعني على المستوى الشخصي هو كان أحد الأضرع القوية في إنشاء إدارة التسويق كمستشار قانوني والعقود وما تلاها من قضايا محلية ودولية، وحتى شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي والقناة كان له هو دور. هو كان له دور، كان في إسهام كبير في إنه يعمل كل الإجراءات التنفيذية ويصيغ العقود الخاصة بها الصياغة التي تترجم أهداف القناة ومصالح النادي الأهلي. لا يعني لا يمكن أن يأتي ذكره دون أن يذكر دوره التاريخي في كل ما يهم النادي الأهلي من قضايا. ألف رحمة ونور على روح المستشار حلمي عبد الرازق عليه رحمة الله. حلقة الليلة حلقة مهمة وتوقيت مهم، لكن خلونا الأول نقف عند أبرز ما فيها من عناوين. مقالي ومقاله، الافتئات على الحقيقة كلام له تمن. الغربال من صاحب الذهبية إلى هرم الكرة المصرية. بعظمة لسانه يغيب الأداء ولكن لا تغيب الشخصية. الشموع الحمراء محمد محمود باشا. أسرار الملك عن فيليكس والصفقة الذهبية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده المضمون كليا، ربنا يسهل ونقدر ناخد معظم إن شاء الله الفقرات بإذن الله. لكن خلونا أبدا كما تعودنا مع ضربة البداية مع مقالي ومقاله، الافتئات على الحقيقة كلام له تمن. إيه القصة؟ أستاذ إبراهيم، الواحد مش قادر يصدق والله كيف وصلت الأمور إلى هذا المستوى. كل موضوع عبارة عن لي واضح وصارخ وجريء ولا يكترث بالحقيقة، ويعلم أن سهل جدا أنك تفندها، ولكنه يعتمد على الإلحاح، أن يذكر الأمور عكس ما حدثت عشان يؤثر على مجموعة بترتاح بهذه التفسيرات. بداية من قضية الباسكتبول، بقضية حتى ما يكون لكش علاقة بيها، قضية التحكيم في مباراة الأهلي. هسألك عليها دلوقتي. ما أنا بقولك مش هنخش في تفاصيل، أنت بتسألني.
ناهيك بقى عن كل ما سبق باستمرار تقول للناس يمين ويقولوا لك شمال. خلينا بقى كل حاجه في ميعادها. طيب كل حاجه في ميعادها، لكن هي يا جماعه الافتاءات على الحقيقه بتبقى الدنيا واضحه جدا وظاهره جدا، لكن فجاه الامور تاخد سكه تانية خالص والناس تصدق ويظهر انه ده كلام له تمن في هذا الافتاءات على الحقيقه. لكن خليني من الافتاءات على الحقيقه الى الحقيقه. الاهلي بيدخل معسكره بكره ان شاء الله تعالى، بيتسو موسيماني يمكن بيعقد مؤتمر الان لكنه اختار القائمه هسالك عنها. بيتسو موسيماني اختار لمباراه سيمبا محمد الشناوي واحمد رمضان بكم ورامي ربيعه ومروان محسن ومحمد شريف وليد سليمان وايمن اشرف وبدر بنون وحسين الشحات واليو ديانج وعلو لطفي وعمرو السليه وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشه وسعد سمير وناصر ماهر واكرم توفيق وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر جونيور اجاييه ومحمد هاني ومصطفى شوبير. كابتن خطيب كمان اجتمع مع بيتسو موسيماني المدير الفني في حضور كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بهدف متابعه استعدادات الفريق وتلبيه احتياجاته في الفتره اللي جايه، واستعرض بيتسو موسيماني كل الارتباطات اللي جايه ووجهه نظره في تجهيز الفريق فيها، بينما حصل ياسر ابراهيم على راحه من المران بسبب اجهاد في العضله الضمه. مبدئيا عندك تعليق على القائمه؟ ما هي خلاص، ما انت قلت مثلا ياسر ابراهيم عنده اجهاد في العضله الضمه، هي في حاجات بتجاب عن نفسها، ولذلك ربما تجد دور لرامي ربيعه وبيكم وال يعني وناصر ماهر بيدخل. ناصر ماهر كلنا مترقبينه لانه كان بادي بدايه ولا اروع هذا الموسم. ايوه والحقيقه لعن الله الاصابه اللي عمال يا عيني تحرم اللعيبه من تالقها، لكن كل شيء بيتعوض باذن الله. طيب في كمان منذ لحظات صدرت قرارات لجنه الانضباط في اتحاد الكوره وليها بعض التفاصيل شويه. لجنه الانضباط في اتحاد الكوره برئاسه المستشار سيد بن داري طلعت عده قرارات بخصوص يا جماعه واقعه منتخب الشباب. فاكرين منتخب الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين لما راحوا لعبوا في تونس بطوله الامم الافريقيه وحصل انتشار لكورونا داخل الفريق والاتحاد الافريقي رفض ان يكمل منتخب مصر البطوله وحصلت تحقيقات في اتحاد الكوره. كانت نتيجتها انه لجنه الانضباط النهارده طلعت مجموعه قرارات بخصوص فريق 2001. اولا ايقاف الكابتن محمد ربيع ياسين عن ممارسه اي نشاط يتعلق بكره القدم لمده 6 أشهر وتغريم المدير الفني السابق 200,000 جنيه. ايقاف وليد منظور طبيب المنتخب السابق عن ممارسه اي نشاط يتعلق بكره القدم لمده 3 أشهر وتغريمه 100,000 جنيه. تغريم اللاعب عبد الرحمن احمد لاعب نادي انبي ومنتخب الشباب 2001 50,000 جنيه. تغريم اللاعب حسام اشرف لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب 20,000 جنيه. تغريم اللاعب عربي بدر لاعب النادي الاهلي المنتقل الى الجونه ومنتخب الشباب 2001 مبلغ 20,000 جنيه. ايه رايك في عقوبات على لاعبين بالغرامه؟ انا ما شفتش تحقيق عشان اقدر اعلق عليه، لكن واضح ان يعني التحقيق اسفر عن تحميل بعض الاشخاص مسؤوليه ما حدث من تعرض البعثه ل يعني انتشار كورونا، ويبدو ان في خروقات تمت. وهو ده اللي بص بصرف النظر بقى، لان طبعا انا لا اعلق على امور كانت قيد التحقيق وانا ما عنديش تفاصيلها. ايوه انما لما يتقال هذا الكلام ما فيش معنى ابدا لحد يطلع يناقش الامر من منظور اهلي وزمالك والنظام اتحط عشان يحترم. النظام يا استاذ ابراهيم اتحط عشان يحترم، ولا انا في اما يجي ميعاد التعليق المناسب، لان انا مندهش جدا جدا جدا. هو احنا للدرجه دي بقينا نستسهل خرق النظام وكانه القاعده ان يوضع النظام ليخترق ولا يحترم، واذا احترم ناخده في سياقات اخرى ونخلق له بعض الشكليات الغريبة التي ليست لها صلة بالموضوع عشان ناخد الجماهير في سكة المظلومية. الوضع مش كويس وخطير، ولابد يعني لابد يبقى في حد بقى بيتدخل
يظبط هذا الاداء اللي يعني اللي يمكن استمراره، لانه بيقودنا الى حاجات ما احناش عارفين هتوصلنا لايه. طيب، وبرغم ان احنا فعلا زي ما المهندس عدلي قال مش قدامنا تفاصيل التحقيقات اللي جرى فيها، لكن خلينا نتكلم على فكره معاقبه لعيبه على انتشار وباء. هنا انتشار وباء نتيجه اهمال اداري، نتيجه عدم التشدد او عدم مراعاه الشروط الاحترازيه الكافيه. ده خطا اداري، وخطا اداري كان يسال عنه مجلس اداره الاتحاد انذاك برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني. المجلس وقتها قالوا انه رئيس البعثه الدكتور جمال محمد علي ما سافرش مع البعثه من الاول، لكن انا بعاقب مدير فني على انتشار مرض بين البعثه. هنا في دكتور مسؤول، وكان المفروض في رئيس بعثه مسؤول، وكانت في اجهزه مسؤوله، لكن فكره ان انا بوقف المدير الفني عشان خطا حصل ما هوش خطا فني، ثم بعاقب لعيبه بغرامات. زي ما قلت لك مش هعرف احكم مدى مسؤوليه هؤلاء الاطراف عما حدث. يعني دائما، وانت قلت لو كان في رئيس بعثه كان اقدر واحد يقول لنا المسؤوليه فين، او مدير الاداري للبعثه. ما هو يعني كلها اجراءات اداريه، هو معاقب. هو معاقب. لا يعني انا شايف المعاقب الطبيب، يبقى هو يعني وليد منظور طبيب المنتخب. طيب انا بص، يعني ايقاف المدير الفني وطبيب الفريق وثلاث لعيبه، ما عنديش مسؤوليه اداريه هنا خالص، رغم ان الخطا اداري. لا مش بالضروره يكون اداري، وعلى فكره مش بالضروره يكون فني. الخطا ممكن يبقى شخصي. انت في واحد خرج زي الفقاع. هو احنا لما كنا في كاس العالم، هو ليه الناس كانت متشدده جدا وظهرت لما الكابتن حسين الشحات والكابتن كهربا راحوا سلموا في المدرج، خرقوا هذا السياج. مسألة لما تيجي تحقق فيها ما تقدرش تعرف هو خلل اداري ولا خلل من مين. مؤكد ما دام الامر يتعلق باجراءات بره الملعب داخل البعثه فهو شان اداري. شان اداري في البدايه. دلوقتي الراجل شغال مدير فني في بتروجيتو، وبتروجيتو طلع بيان، هو ذنبه ايه في مرحله مهمه جدا من المنافسه؟ هو بس انا معاك هنا بقى. كان من الممكن ان القرارات دي تبان بدري، لكن انا دلوقتي في فرقه انا بعاقبها، معاها مدير بيحقق نجاحات، هي ذنبها ايه؟ بتروجيت وقت ما تعاقدت معاه ما كانش في عقوبات عليه. يعني ممكن بتروجيت يقدم التماس وكابتن ربيع ومساله حرمانه من ممارسه اي نشاط لمده 6 أشهر. ده والسته اشهر دي من بدايه وقوع الخطا ولا من بدايه مصدر العقوبه؟ ما هو عشان كده في مجال الاستئناف والتظلم. في يعني لان في تداعيات اخرى، لكن صلب التحقيق انا ما احبش اعلق عليه. ما عنديش عندك تفاصيل؟ يعني انا بتكلم في فلسفه العقوبه نفسها، الخطا اداري والعقوبه فنيه وعلى اللعيبه حتى اللعيبه. استاذ ابراهيم لا، الخطا مش ممكن ما يبقاش اداري بس، ما انا بقول لك لعيب اتصرف من نفسه عمل حاجه، عنصر من العناصر ايا كان اتصرف عمل حاجه، انا ما اعرفش العنصر ده مدى مسؤوليته. هو مش في تحقيق؟ في تحقيق. هل منظور هل احنا قدامنا حيثيات العقوبه؟ لا، كنا نتمنى عشان نعرف واحنا بنعلق ان الناس دي عملت ايه. عشان التصرف ده احنا العقوبه وقعت بالشكل ده. لكن انت لمست نقطه مهمه جدا، الكابتن ربيع دلوقتي بيخوض مشوار مهم جدا مع بتروجيت، يحقق فيه نجاحات وطموحات. وكلام مش هزار، ده نادي عايز يصعد يعني. فكان ينبغي ان الحته دي برضو بتروجيت يشوف يحلها زي إذا كان هناك مجال للالتماس أو وإن تظلم. وإن كان واقعيا هيتقال إن الخطأ من وقت صدور من وقت ارتكاب الخطأ، العقوبة من بداية الخطأ. بس يبقى ما تنفذتش؟ لا، يبقى لو أنت واقفه رهن التحقيق يبقى اتنفذت. ما يصحش إنك تمد. واخد بالك؟ لكن إذا أنت ما وقفتوش خالص
ترجع تعاقبه بعد هتعاقبه دلوقتي وهو في ذمه مسؤوليه اخرى. الموضوع مش سهل، لكن في كل الاحوال احنا بنتكلم بقى على مساله الالتزام بالتعليمات، هو ده الخط اللي احنا عايزين نناقشه. مش نناقش، بص يا استاذ ابراهيم، النظام ما ينفعش ان تقول عاجبني ولا مش عاجبني، هو نظام اتحط خلاص. طرق الاحتجاج على النظام اللي مش عاجبك معروفه لحد ما تغير انت ملتزم بيه. لما يتقال حتى في السياسه، في كل حاجه، في كل حته في العالم، حق التظاهر ماشي، حقوق الانسان، بس اعمل 1 2 3 4، هتشتغل من دماغك، هتعاقب، ما ترجعش تقول بقى ده حجر على حريتي، لان اللائحه او النظام او القانون قال لك طريقه الاحتجاج ايه. انت كمان هنا، ولذلك لما هنرجع للباسكت بول هتضحك، هتضحك. هو فين هو احنا بنناقش ايه؟ الحقيقه احنا بنناقش حاجه تانية خالص مالهاش علاقه بالنظام. احنا بنناقش نوايا، واخد بالك؟ وبنناقش، ما هو انتوا لو كنتوا عملتوا كان حصل نفس طريقه مناقشه تقييمات الانديه ولقب نادي القدم، لما يحصل حاجه افصل لها موديل على مقاسي واحتج عليه. طيب، كمان في اطار انجازات النادي الاهلي الحقيقه ورعايته للرياضيين من ابناء النادي ومن اعضاء النادي، فاكرين مجلس الاداره الحالي اثناء الانتخابات اخذ على عاتقه مهمه رعايه برنامج ذوي الاحتياجات الخاصه، وضم ذوي الاحتياجات الخاصه لاجنده النشاط الرياضي في النادي، وبدايه رعايه رياضيه واجتماعيه لابناء الاعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصه والهمم الخاصه. ساروا في نفس طريق الاهلي، فكانت النتيجه في كاس مصر للسباحه ابناء النادي الاهلي من ذوي الاحتياجات الخاصه والهمم فازوا بكاس مصر، البطوله اللي اقيمت في نادي 6 اكتوبر لاصحاب الاعاقات الذهنيه، كانت من 4 ل 6 ابريل، فاز فيها النادي الاهلي بسباحيه بالبطوله، حقق 50 ميداليه متنوعه ما شاء الله، جابوا 34 ميداليه ذهبيه و8 فضيه و8 برونزيه. رئيس الجهاز الكابتن العجمي محمد، والمدير الفني الدكتور محمد فتحي، والمدير الاداري الكابتن محمود فؤاد، عشان يكونوا اصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه يا باشمهندس ماشيين في نفس سكه بطولات الاهلي وانجازاته. اصل هو ده منطقي. ما هو اصحاب الاحتياجات الخاصه دول شريحه من المجتمع. اذا لما يكون انت عندك ينتمي اليك ال 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 الجزء الاكبر من هذا المجتمع، هتجد بينهم الجزء الاكبر من اصحاب الاحتياجات الهمم، والجزء الاكبر من المميزين رياضيا فيها. دي منطقيه جدا يعني. هي بتعادل النسبه او حصتك من المجتمع. والاهلي بياخد كل الامور جد. اصحاب الهمم هو في ضغطه بجد بقى. تحيه انسانيه الحقيقه لكل واحد يمد ايده بدعم ومسانده ذوي الهمم واصحاب الاحتياجات الخاصة. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم ورسالة من صاحب الذهبية إلى هرم الكرة المصرية. أهلا بحضراتكم من جديد. فيما أثير عن مباراة القمة 18 إبريل بين الأهلي والزمالك وكل ما قيل عن هوية طاقم التحكيم لهذه المباراة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر عن تقديره الخالص للتحكيم المصري، وبيأكد ان المطالبه باسناد مباراه القمه يوم 18 ابريل لحكام اجانب لا يعني ابدا التقليل من شان التحكيم المصري والحكام المصريين الاكفاء. كابتن الخطيب قال انه لما التقى المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره من يومين في احتفاليه اليوم العالمي للرياضه من اجل السلام، واللي كان حاضره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في مركز شباب الجزيره، المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة اللي تدير اتحاد الكرة أبدى للكابتن الخطيب وللحضور رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء، لقاء القمة. كان رد الكابتن الخطيب عليه واضح جدا، وقال له إن الفترة الحالية قد لا تحتمل ده، وإنه لابد من اختيار طاقم تحكيم أجنبي يكون من التصنيف الأول ويكون على مستوى عالمي جيد، يبقى عنده خبرات كبيرة دوليا. وبيأكد الكابتن الخطيب انه لا يزال هناك وقت كافي جدا ليقوم اتحاد الكره بمخاطبه الاتحادات الاوروبيه في هذا الشأن. كلام جميل جدا، وده اللي انا عايز اقوله لك،
ان احنا دايما اما بنناقش قضيه ما بناخدهاش بالفلسفه بتاعتها ونروح مختزلينها بتعابير. حكامنا بخير يا سيدي، حكامنا زي الفل، حكامنا بخير. الفكره اللجوء الى حكم اجنبي ليست طعنا، زي ما بيقول كده كابتن الخطيب، ليست طعنا في مستوى التحكيم، ولكنه حمايه للحكم المصري في ظروف لا تحتمل الا الصراع المتاجج. فلما بيجي سفاره مصريه محليه بتبقى بتعمل دبكه سواء صح او غلط، ملاش دعوه بالكفاءه هنا. طيب لما بيجي اجنبي، وانت شفت في السوبر لما طلع على حكم التشيك الاهلي كان له ضربه جزاء كانت ممكن تنقل البطوله من هنا لهنا للاهلي، لكن عدت ليه؟ حكم اجنبي. ما تفضلش بقى يتحمل ثمنها التحكيم المصري. ففلسفه التحكيم دون الدخول في هيحصل ايه ومين غلطان وهو القرار فين، لكن على الاقل حسنا فعل الكابتن خطيب انه وضح موقف النادي الاهلي. ده الموقف الواضح. ودلوقتي حضراتكم في كلام مهم في الغربال من صاحب الذهبية إلى هرم الكرة المصرية. كابتن رابح مجر النجم الجزائري الكبير صاحب الكرة الذهبية في أفريقيا، واحد من أفذاذ الكرة العربية اللي ليهم تجربة احترافية كبيرة جدا، واحد من نجوم محاربي الصحراء الكبار، عمل حوار مهم جدا هذا الأسبوع في مجلة الأهرام العربي بيقول فيها ظلموني وكرة ذهبية واحدة لا تكفي. محمود الخطيب هرم الكرة المصرية والأهلي في عهده مختلف. سئل رابح مجر خلال مشوارك الطويل في الملاعب حظيت بحب كبير من الجماهير العربية والأفريقية وصداقات عديدة من لاعبي جيلك في مختلف بلاد الوطن العربي، من أقربهم إلى قلبك؟ قال رابح مجر في الحقيقة علاقتي طيبة وجميلة مع عدد كبير من نجوم الكرة الإفريقية والعربية وأحرص على التواصل معهم باستمرار، لكن يبقى محمود الخطيب صاحب مكانة خاصة في قلبي، فهو على المستوى الشخصي والإنساني صديق عزيز جدا، أما على مستوى كرة القدم وتأثيره فيها فأنا أعتبره هرم الكرة المصرية، إضافة إلى كونه لاعبا فذا واستثنائيا فإنه من الناحية الإدارية رئيس ناجح للنادي الأهلي، وقد تطور النادي في عهدي بشكل كبير خصوصا فريق كرة القدم الذي قدم مردودا رائعا في الفترة الأخيرة، خصوصا في كأس العالم للأندية التي نال فيها الميدالية البرونزية، ومن قبلها استعادته لعرش الكرة الإفريقية والفوز بدور الأبطال بعد غياب 7 سنوات. وقال رابح مجر لقد استطاع الخطيب أن ينقل خبراته الكبيرة في الملاعب إلى لاعبيه فساعدهم على النجاح والتحلي بروح قتالية وعقلية الانتصار بشكل مستمر. وبيقول الأهلي بالمناسبة يمتلك لاعبين مميزين لديهم القدرة على تكرار الإنجاز الإفريقي والفوز بدور الأبطال في الموسم الحالي، وهذا تحد كبير جدا لصديقي محمود الخطيب، أتمنى أن يوفق فيه يا رب. لكن هذا معناه إيه؟ تاني وتالت ورابع، الخطيب في مناسبة يوم عالمي من أجل إسقاء الروح الرياضية ونشر ثقافة التنافس الشريف يحظى بهذه المكانة وهذا التقدير. النادي الأهلي على لسان أساطير الكرة، أديك شفت رابح مجر وهو يتحدث عن قيمة النادي الأهلي خصوصا في وقت الكابتن محمود الخطيب. طب الكابتن محمود الخطيب نفسه إيه في وسط هؤلاء يعبر واحد من أهم اللعبة في التاريخ الإفريقي إن الرجل ده هرم الكرة المصرية؟ هذه هي المكانة اللي مش مشغولين إحنا إن إحنا نأكدها، لأن الحقيقة المجتمع المحلي والدولي والإقليمي كله بينصفك مش مديك فرصة إنك أنت يعني تحاول إنك تلمع أي يعني مكانة ليك كنادي أهلي وكرموز للنادي الأهلي في الوقت اللي غيرك منشغل طول النهار في التشكيك في بتكلم مين؟ ما هو أنت لما تتكلم مين؟ ما هو أنت بتكلم المجتمع الدولي، المجتمع الدولي عارف النادي الأهلي وكل اللي بتقوله ده يعني ان ما كانوش بيضحكوا عليه مش هيعلم عنده خلاص. يبقى انت بتكلم مين؟ جمهور الاهلي. جمهور الاهلي عارف فرقته. الجمهور المصري بشكل عام، الجمهور المصري بشكل عام قدامه الحقائق بيقدر يفرز. انت بتكلم فئه من جمهور، حتى جمهورك انت مش بتكلمه، لان كتير جدا من هذا الجمهور زملكاوي الذي يناقش الامر بعقلانيه عندما التقيهم يعني بيعترفوا لي ان يعني عندكم حق.
الحقيقة تظهر حتى على لسان النجوم اللي هم يروجوا لفكرة المظلومية، وان اشمعنى الاهلي، ولو كان الاهلي كان الاهلي ايه وبتاع ايه. احنا ارجو ان الفقرات اللي انت حاططها يبقى فيها مجال نشرح بالتفصيل هذه النقطة. طيب، الاتحادات النوعية الرياضية الحياة كان بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة ومندوبيها في القاهرة منظم احتفالية لليوم العالمي بالرياضة والرياضة من أجل السلام في حضور الوزير الدكتور أشرف صبحي، فاختار الحفل الكابتن محمود الخطيب لإلقاء كلمة الرياضيين باعتباره قدوة للشباب واعتباره نموذج يتم تقديمه في هذه المناسبة إلى كل الشباب الرياضيين. نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب. الحقيقة سعادتي بهذه الاحتفالية لها أكثر من سبب. بداية تجمعنا الحالي بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، وما زال العالم كله يعيش لحظات الإعجاب والانبهار بمصر الحضارة، مصر التاريخ، وهي تسير جنبا إلى جنب مع مصر الحاضر، مصر البناء والتطوير بإرادة الله وعونه وبقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعزيمة تصميم شعبها وتطلعه إلى مستقبل أفضل بإذن الله. أيضا كرياضي سعيد جدا بالتقدير المستحق لقيمة الرياضة في حياة الشعوب، وسعيد بتخصيص يوم من خلال هيئة عريقة كهيئة الأمم المتحدة للاحتفال بالرياضة والتأكيد على دورها في نشر السلام بين الشعوب. وبدون تحيز، الرياضة هي ركيزة من ركائز أساسية للنهوض بأي مجتمع، وعامل مهم لغرس القيم الأخلاقية بين الشباب وتعزيز الشعور بالانتماء للأوطان. الاحتفال بيوم الرياضة عالمياً يبث روح التنافس الشريف والروح الرياضية التي نرجوها ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد، بل بين مختلف المواطنين في مختلف البلدان. الرياضة وسيلة للسمو فوق التعصب وكل المشاعر السلبية. الرياضة طريق للتسامح وللتقارب حتى وإن اختلفت الألسنة وتعددت اللغات. الرياضة سبيلك للتواضع عند النصر، وسبيلك للإصرار على النهوض عند الهزيمة. الرياضة دعامة من دعائم بناء الإنسان، وأداة لصقل صفاته النبيلة. الرياضة درع واقي وحصن وحصين لصحته البدنية والنفسية على السواء. وبالقطع لا يسعنا أن نغفل دور الرياضة في الإسهام في اقتصاد الدول. الرياضة أصبحت صناعة لا يستهان بها، لها أدواتها ولها استثماراتها، ومن ثم فإسهامها في الاقتصاد شيء لا يمكن إغفاله. الحديث قد يطول ساعات وساعات عن أهمية الرياضة، ولذلك نقطتان أخيرتان. دعوتي لكل من له صلة بالرياضة، عليكم بالتكاتف وأداء رسالتكم التي هي مسؤولياتكم في المقام الأول. الرياضة رسالة سامية، حافظوا على ميثاقها وكونوا خيرا ممثل لها على كافة الأصعدة. والنقطة الأخيرة، كامل احترامي وتقديري لأبنائنا من ذوى الهمم الذين يضربون أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على ممارسة الرياضة رغم ما قد يلاقون من مشاق. الرياضة وسيلة ورسالة، ومن أعظم ما تحمله هذه الرسالة نشر الوئام والسلام بين الشعوب. ونختم بالسلام: اللهم منك السلام وإليك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة جميلة صادقة شاملة جامعة في مناسبة دولية، يعني هذا بيسموه ايفنت او حدث
تحت إشراف الأمم المتحدة للمناسبة ذوي الهمم. لكن هو الرياضة بشكل عام اختيرة. أنا أتمتع بقى وأنا كراجل أهلاوي في المقام الأول سعادتك وكلنا إن اللي بيمثل الرياضة المصرية والعربية يمكن اللي بيلقي كلمة الرياضيين فبيكمل كلمة الرياضيين والدولية رئيس النادي الأهلي. ليه؟ لأن ده اختيار له معنى إن هذا الرجل عندما يتحدث متسق مع ذاته، هو يمارس كل كلمة نطق بها في هذه الكلمة. هو لو أقول الرياضة طول عمرنا بنقول هنا حتى كلنا بنتكلم نفس اللغة، مفيش غرور عند الفوز، مفيش انكسار عند الهزيمة. هو قالها بطريقة حلوة قوي، الإصرار على النهوض. هو دي ملخص الرياضة. مهما اختلفت اللغات تدويل الرسالة والألسنة، يعني كلنا لازم ننهج هذا النهج. وبعدين أن يوجه رسالة إلى المجتمع وعلينا جميعا أن نحمل أعباء ومسؤولية إزكاء هذه الروح كرسالة رياضية، والله العظيم هي جاية في وقتها. في وقتها طبعا. يعني الحقيقة فكرة كلمة الكابتن محمود الخطيب في مسؤولية الجميع عن تعزيز الروح الرياضية. يا جماعة الروح الرياضية مسألة، مش كلمة، الكلام ده مش كلام شعارات. الروح الرياضية اللي فعلا المجتمع الرياضي بينشدها دي ثقافة، ان الناس تحترم هذه المفاهيم الرياضية الحضارية. ازاي الناس تتنافس بشرف؟ ازاي الناس فعلا المنتصر فعلا ينتصر بتواضع؟ ازاي يحترم مشاعر الخاسر؟ وازاي الخاسر يمتلك القدرة على النهوض سريعا؟ وبعدين ما يعيش في 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 مشاكل انه اتظلم وانه ودائم. يعني هذا الشعور لو نقلته لمجتمعك صعب انه ينهض. فالفكرة كلها ممكن زي اي حد لا لي تظلم ساعات، انت تظلم ساعات، ما تمسكش بقى في النماذج. ده انت لا، ده الامر تجاوز انه بيمسك في النماذج الغير حقيقية عشان يستشهد بيها. فأرجو ان احنا نفهم رسالة الرياضة وكلنا نحط ايدنا في ايد بعض. فعلا جمهورنا احنا الحقيقة مقصرين في حقه، لان الصراع المحموم اللي بيحصل اعلاميا ده هو الحركة الرياضية بتقود الجمهور ولا الجمهور هو اللي بيديرها؟ لا، دي النهاردة فئة من الجمهور، مش الجمهور، فئة من الجمهور تقود الحركة، معمول حساب تؤثر فيها طبعا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ورأيهم يبدو كأنه هو الرأي العام. الناس عاملة حسابه، مش عايز شوف، محدش يقدر يقول لك أنا بتجاهل السوشيال ميديا. طب أنا بمناسبة بقى السوشيال ميديا، هنا في الغربال هذا الأسبوع أثيرت قضية كبيرة جدا في السوشيال ميديا في الكلاب هاوس. كابتن أحمد حسام ميدو طلع بتصريحات عنيفة جدا، وصفت بالعنف الحقيقي، فيها حق أطراف كتيرة. احنا كنادي اهلي ما احناش طرف فيها خالص، حتى كلامه عن الكابتن فاروق جعفر او غيره دي مساله لا تخصنا كثيرا، وكنا نتمنى ان الجميع فعلا تسود علاقات الاحترام والتقدير. لكن لما الاقي اعلامي بيعترف انه خصص برنامجه بالاتفاق مع رئيس النادي السابق مرتضى منصور للضغط على لاعب الزمالك للتوقيع او تجديد العقود، ويخلينا نتذكر انه الكلام اللي كان بيتقال انه تسريبات عبر الواتساب انه في تكتل كبير جدا لضرب صالح جمعه وعلاقته بالاهلي ومش هنسيبه يلعب، ويفضل في حاله من التنمر واشاعه الاكاذيب ضده. هنا الاعلام بيعمل ايه؟ لا هو مش بس ده نهج، هو مستهدف كهربا ومستهدف حسين الشحات ومستهدف لعيبه كثيره جوه النادي الاهلي بتعاني من هذا النوع من التحامل. وجزء وكأنه يبدو قطاعا من جماهير الأهلي، ولكن المسألة واضحة جدا ان ده مسألة محترفة قوي وخطة ممنهجة جدا، وكل شوية حد بيطلع يعترف لك بتكتشف جزء من الحقيقة. طب ولذلك انا ما بكلم، بقول رسالتي مش لجماهير الأهلي ولا الجماهير بشكل عام، وخصوصا جماهير الزمالك اللي عايزين يفكروا عشان ما ننجرفش كلنا في كراهية لا مبرر لها. والرسالة لجمهور الأهلي بالخصوص،
اديكم شايفين كل شويه بتتكشف حقائق هذا الاداء الاعلامي وراه ايه واسبابه ايه وازاي بيستهدف النادي الاهلي ونجومه وعلاقتهم بناديه. باستمرار هتلاقوا مثل هذه الاعترافات اللي ربنا بيكشفها في لحظتها. الجمهور للاسف بيمشي في اتجاهات كتيره، بيحمل على لعيبه كتيره جدا، بيقسو على ناس كتيره ومش واخد باله ان هو منقاد لمصلحه اطراف اخرى لا تنشد مصلحة الأهلي على الإطلاق. أتمنى أنه ثنايا هذه الاعترافات تكون واصلة حقيقتها لجماهير الأهلي بالخصوص. الأهلي عنده مباراة مهمة جدا زي ما قلت لكم مساء غد الجمعة مع سيمبا التنزاني. المباراة في ختام لقاءات المجموعة الأولى في دوري الأبطال. الأهلي ضمن التأهل كثاني المجموعة وسيمبا التنزاني ضمن التأهل كأول المجموعة. مباراة الفرقتين بكرة هي تحصيل حاصل لكنها ربما عند النادي الاهلي ليها اسباب اخرى. جريت تلمسها يا باشمهندس، قالت التغييرات بالجمله في تشكيله الاهلي امام سيمبا. المدير الفني يقرر راحه الاساسيين والاعتماد على البدلاء في موقعه الجمعه. والمصري اليوم قال الاهلي يدرس تعديل التشكيله امام سيمبا وموسيماني يطلب ضم مهاجم سان داونز في الموسم المقبل. يا اخواني مش معقول كل اسبوع موسيماني بيكلمه. يا اخواننا ده موسيماني ما بيعملش حاجه غير متواصل مع الاعلام بيقول لهم انا بفكر ازاي. ونعم يا استاذ ابراهيم سيبك من الكلام ده. والاخبار قالت تغييرات شامله بالاهلي في لقاء سيمبا، الحاوي على راس القائمه وفرصه جديده لكهربا، لكن كهربا ما دخلش القائمه الحقيقه. الاهرام قال موسيماني يمنح الضوء الاخير لاعاره ربيعه واجاييه. استاذ ابراهيم عشان خاطري سيبك من الكلام ده كله. كل الكلام ده ملوش لازمه لانه بياخد وقت على حساب حاجات احنا عايزين نتكلم فيها اهم من كده. اجاييه ايه وقال لكم امتى الكلام ده يعني ايه العيشه اللي انتوا عايشينها دي؟ ها؟ على لسان موسيماني. طيب المجموعه ديت خلاص وضعت اوزارها. سيمبا 13 نقطه قبل المباراه، الاهلي 8 نقاط، الاثنين تاهلوا. الاهلي هيلاعب سيمبا وفيتا كلاب هيلعب المريخ والاثنين تحصيل حاصل. المجموعه الثانيه بقى تاهل رسميا سان داونز 13 نقطه وتصدر مجموعته. شباب بلوزات 6 نقاط، الهلال السوداني 4 نقاط وهيلعب مع سان داونز في الخرطوم. بلوزداد مع مازيمبي في جنوب افريقيا. سان داونز وبلوزداد الجمعه الساعه 3، مازيمبي والهلال الجمعه الساعه 3. المجموعه المشتبكه المرتبكه الحقيقه المجموعه الرابعه اللي فيها الزمالك. الترجي التونسي عنده 10 نقاط تاهل رسميا. المولوديه 8 نقاط، الزمالك 5، تونس السنغالي 4. هذه الجوله يوم السبت الساعه 6 مساء، الزمالك مع تونس في القاهره، الترجي والمولوديه في تونس. عندك تعليق؟ لا مش عايز يعني اعلق غير ان الفوز المهم جدا اللي حققه الزمالك احيا اماله، وان يعني الناس ما بقاش مصيره في ايده لوحده، بقى ايضا في المباراه الاخرى التي ستلعب مش عايزين نخوض فيها، لكن مؤكد ان الفوز المهم اللي حققه الزمالك على المولوديه احيا اماله. ويحتاج الزمالك انه يكسب تونس والترجي يفوز على المولوديه. اي نتيجه غير كده المولوديه لو تعادل صعد مع الترجي، هي ديت حسابات. ولو الزمالك ما كسبش نفس، شوف الزمالك لازم يفوز والمولوديه لا يفوز والمولوديه يخسر مش يتعادل. ماشي بيه. طيب لكن الاهلي يتاهل تاني تفرق، وايه حقيقه تاهل الاهلي تاني ولما تاهل كثاني من قبل حصل ايه؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا التاهل كاول المجموعه من شانه انه بيجنبك ان انت تتصادم في الدور اللي جاي مع احد فرق المستوى الاول، لانك هتبقى في المستوى الاول كاول مجموعه فهتلعب احد التواني. لما تطلع التاني هتلعب احد الفرق المؤهله او المتاهله كاول المجموعه. يفرق كتير فنيا؟ لا ما يفرقش. لا لا بالعكس. لما هتلعب المباراه وانت مركز وخايف وعامل حسابك قوي ومحترم المنافس قوي وبتدرس قوي وشايل هم المباراه قوي، انا ما بخافش على الاهلي. ما تخافش على الاهلي؟ ما بخافش على الاهلي غير لما تستسهل الامور. اه بالعكس انا شايف ان دي استنفار قوي، خاصه
هو المستوى الافريقي ده مازيمبيا يا جماعه ما تاهلش. الزمالك يناضل ودي ناديين اي واحد فيهم كان يعني مرشح انه يلعب النهائي سبق ليهم حمل الكاس مرشح انه يلعب النهائي. فتخيل كان لعب الفاينل السنه اللي فاتت. احنا عايزين نقول ايه هو ده معناها بقى ان اللي ترشحوا اكثر كفاءه من الزمالك؟ لا، ولا اللي ترشحوا اكثر كفاءه من مازيمبي؟ ظروف مجموعه يعني احنا مش بنتكلم الزمالك عنده حظوظ، بس انا بتكلم على ان 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 الموقف بتاع المجموعه مش لا يعكس حقيقه قوى الانديه في افريقيا الا اذا كانت القوه تقربت الى درجه لا يمكن التصنيف معها. طيب فكركم دوري المجموعات اتعمل في البطوله من سنه 97، وكان الاول بيصعد اول المجموعه مباشره الى الدور قبل النهائي، الى ان تم تعديل البطوله. النظام الاولاني ده قعد 4 سنين، اتعدلت بعد كده بدايه من 2001 حتى الان بنظام تاهل اول وثاني كل مجموعه. طبعا بقى دور 16 بعد ما كانت دوري المجموعات في دور الثمانيه، بقى دور 16 واربع مجموعات. المجموعتين اتعملوا من 97 ل 2018، اربع مجموعات كانت من سنه 2019 حتى النهارده. النادي الاهلي 7 مرات في افريقيا يحتل المركز الاول في مجموعته. طب ايه اللي حصل؟ هل دي كانت ضمانه او مؤشر انه يكمل بنجاح؟ في ال7 مرات اللي الاهلي طلع فيهم اول قدر يفوز بالبطوله 4 مرات، يبقى 4 مرات من ال7 المتاهل كاول فاز بالبطوله في 2005 و2008 و12 و2013. في مرتين خد المركز الثاني 2007 و2018. مره واحده بس تاهل وخرج من دور الثمانيه كان في 2019. 5 مرات الاهلي احتل المركز الثاني وصعد، يعني دي المره السادسه هتكون. بس على فكره زي ما المهندس عادل اشار، ده مش مقياس، لانه في ال5 مرات اللي الاهلي طلع ثاني جاب البطولة 3 مرات، يعني أكتر من نص مرات التأهل هي 60% جاب البطولة. هي 60% تطلع أول تطلع تاني، معدلك 60%. ال3 مرات حصل على اللقب أعوام 2001 و2006 و2020. مرة واحدة تأهل للنهائي وخسر اللقب 2017، ومرة واحدة خرج من الدور قبل النهائي في 2020. ده يمكن إطلالة كانت مهمة جدا عشان نقول لكم ربما كان الصعود كتاني، إذا كان فنيا بيجنبك كان الصعود الأول صدام قوي، فالصعود كتاني من شأنه استنفارك بشكل خاص جدا. الصعوبات تناسب الأهل، الصعوبات تناسب الأهل، الاستخفاف لا يناسب الأهل. ده كلام مهم جدا، عشان كده هنحاول نشوف مع حضراتكم بعظمة لسانه يغيب الأداء ولا تغيب الشخصية. ده كلام مهم جدا. الأهلي في مباراته الأخيرة في السودان غاب الأداء القوي، الأداء الممتع، الأداء اللائق بكرة القدم الأهلوية في معظم فترات المباراة، لكن لم تغب شخصية الأهلي بالذات في الأوقات الأخيرة. عندك تعليق؟ لا، ما هو ده المطلوب من الفرق الكبيرة، لما يبقى اليومك ملخبط وتستطيع انك تتجاوز الامر والصعوبات الجامه اللي حصلت، على الاقل انت كده بتقول لا يا جماعه ما حدش يفتكر ان الاهلي مهما كان يعني لقمه سهله. لا، الاهلي زي ما انت قلت كده قد يغيب الاداء، وده مش مطلوب ومش بيسعدنا وبيضايقنا جدا، ولكن اللي ضايقنا منه ان تغيب الشخصيه، لان انت ممكن تأدي بفانتازيا لكن الشخصية مش موجودة في إرادة النصر ويروح منك الماتش وتقول أنا جبت جون حلو أو إن أنا لعبت مباراة حلو. لا، الهدف لازم يتحقق، والحمد لله أنت ناس كتير بتقول لك ما أنت كده كده حتى لو خسرت كنت هتتأهل. لا، أنا ما كنتش سايب بقى الأمور، أنا بتعادل عشان أؤكد إن مصيري في إيدي. الفرحة العارمة لياسر إبراهيم لا ليها ما يبررها طبعا. فرقة مغلوبة 2 وهو يتحمل أمام الرأي العام هو وبدر بنون، بعدين يبقى هما الاثنين هما اللي أسباب التعادل، لا هما أسباب جونيل فيك هما أسباب التعادل، لازم يفرح ولازم يقول. هو كمان مش عارف إيه النتيجة بره، هو احتفل كده، إحنا الحمد لله ضمننا أو كده تعادلنا ما خسرناش. هي دي
الفرحه العالمه دي شخصيه الاهلي. هو مش فرحان وهو في موقف اليائس خرج من البطوله وفرحان، فالناس تقول لك هو فرحان ليه؟ تعرف لو هو خرج من البطوله وفرحان كنت هزعل جدا. انما لا، ده هو خرج وهو متاهل. انت رايح عشان تتاهل، السنه فاتت قدام الهلال رايح عشان تتاهل بتحقق الهدف، الماتش مش حلو للاسف الشديد. طب ليه الماتش مش حلو؟ مين المسؤول على انه الماتش مش حلو؟ نشوف راي الكابتن وائل جمعه. تعادل يحفظ كرامه الاهلي، واللي احنا عايزينه من المباراه كنا عايزين نتصدر المجموعه، فوزنا يخلينا في قريبين من فريق سيمبا، ولسه فريق سيمبا جاي القاهره تقدر تفوز عليه تتصدر المجموعه. انما انت بتدخل نفسك في حسابات غريبه جدا. استغل النادي الاهلي التراجع البدني الكبير اللي حصل للشوط الثاني من فريق المريخ، والتغييرات اللي نزلت زودت شويه القدرات الهجوميه. طيب. مبروك التاهل، وننتظر الافضل ان شاء الله في قادم المباريات. شوف هذا الهدف كابتن وائل انت تحدثت عنه باستفاضه، البدايه من عند مرمى فريق المريخ. بيحصل انت في خلال مشوارك بتقع في مباريات سيئه تقدم فيها اداء سيء. طيب هل يلام اليوم موسيماني على هذا الاداء ام الملامه على اللاعبين؟ كلام من كابتن محمد. لا، انا اشوف ان جزء كبير من الملامه النهارده على اللعيبه. التنفيذ مدرب. لا، التنفيذ المدرب في البدايه اختار التشكيل اللي هو الاصح، كان تالق فيه في مباراه فيتا كلوب، التشكيل الصح من البدايه. انا الوم على اللعيبه اللي هي بتنفذ. هي اللعيبه اللي بتنفذ فكر المدرب. اكيد هو المدرب مش هيطلب منهم انه يلعبوا كرات طويله، مش هيطلب منهم، اكيد عارف ان الملعب سيء واتمرن على الملعب وعلى ارض الملعب، ويطلب من قفشه انه يؤدي دوره. طيب لكن قراءته للخصم يعني لفريق المريخ في مباراه، قراءته للخصم بين الشوطين يا احمد، عمل تغييرين ممتازين في وقت مناسب، ان خرج مروان وخرج اجاييل اللي كانوا بعيدين تماما الشوط الاول، وخرج حتى في الوقت المناسب ديانج لاعب اللاعب الارتكاز الدفاعي اللي في وسط الملعب، ورجع الفريق مره ثانيه للتعادل. فتعامل جيد في يعني لا يلام موسيماني. لا، انا اشوف ان اللعيبه يتحمل بشكل كبير. لكن يا كابتن الاهلي مشكلته حتى الان يعاني في عدم ثبات المستوى في البطوله، يعني بين شوط وشوط ومباراة. عدم ثبات المستوى انا اشوفه يعني عادي يا احمد، يعني الفريق التذبذب ده يعني ما تقدرش تتكلم فيه خالص. النادي الاهلي لما فقد جمهوره وفقد المسانده والدعم الكبير اللي جمهوره بقى زيه زي كل الفرق. طبعا كابتن وائل الحقيقه لمس حاجات مهمه جدا، انما مسائل الكور الطويله والكور القصيره دي حاجه ليها علاقه بالملعب. خلي بالك ممكن ملعب لو سيء جدا يبقى ضد المهاره، فبتحب تتجاوز المهاره والنقل، لكن مش هي دي النقطه. النقطه هو قال نقطه مهمه جدا، لماذا يتحمل لاعبون المسؤوليه؟ لان معظمهم كان في حاله سيئه. طب هي حاله سيئه ظروف ملعب، وقت، حراره، ارهاق، ممكن جدا استسهال للمباراه، ها؟ لكن مؤكد ان الاهلي يعاني من عدم ثبات الحاله الفرديه للاعبته نتيجه الاعتبارات دي كلها. نتمنى ان يتعافى منها سريعا عشان نقدر نشوف الاهلي اللي احنا بيفرحنا يعني. طيب ده كلام مهم جدا. على فكره اتحاد الكره اعلن منذ قليل ان المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد اجتمع مع البرتغالي فنجاده لإسناد مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة لفنجادة للتخطيط للكرة المصرية في كافة قطاعاتها. فنجادة اسم معروف في عالم كرة القدم، كان رشحه مانو جوسيه بعديه عشان يجي الأهلي، ويمكن جه مصر وقعد. ده تعاقد وما جاش. لا، قعد فعلا. ولكن ما اتفقش في آخر لحظة. وبعد كده جه الزمالك. فهو وجه معروف سواء في البرتغال أو في مصر. من الكلام اللي كان بيتقال عليه وقتها انه عنده كفاءه في رسم الخطط استراتيجيات، مدير فني، ده فكر كويس، بس كان شايفه هي خطوه اتاخرت 7 5 6 سنين. لان سنه كبير كمان، ما هيبقى عنده الولع والشغف والتركيز انه يلف ويدور ويعمل خطه لتطوير. ما هو المدير الفني الاتحاد بتاع ايه؟ تطوير الكره المصريه، رسم الخطط طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. فدي عايزة مجهود جامد جدا. بس أحيانا لما توصل إلى درجة الخبرة دي، ألمانيا عملتها مع فايتسا. والنهضة اللي حصلت بعد فايتسا لما تولى هذه المسؤولية
يعني كانت نتيجتها ألمانيا كسبت كاس العالم أكثر من مرة، وشفنا الفريق المرعب بتاعها، وما زالت الكرة الألمانية بتحظى باحترام العالم كله. إذن خطوة نتمنى، هو أهم حاجة بقى، أنت جبت الراجل ده تسمع كلام ولا تقول له أنا عايز كذا؟ ولا تسمعه الكلام. إذا فضلت، يعني جاري لما جه مرة كان عايز يعمل حاجة عشان كان عندنا مسابقة تحت 23 تصفيات للدورات الأولمبية، فكان عايز يعمل مسابقة 23، خدوها في أصحاب النظرة الضيقة، دي معمولة عشان نادي كذا ونادي كذا ونادي كذا. الراجل استقال بعد ما قالوا له أوكي، قالوا له لا، إن كنت جاي مدير فني أرجو أي مدير فني يجي يشترط إنه رأيه ما يبقاش استشاري. رأيه ينفذ أفكاره. ينفذ أفكاره. بس في الحالة دي نقدر نحكم عليه. نتمنى. طيب كلام الكابتن وائل جمعة حتى الزميل أحمد فؤاد بيلح عليه، وأنا بلاحظه حتى لما الأداء بيبقى كويس قبل ما يتكلم كلمة إشهادة بأداء الأهلي النهاردة، هو ليه الأهلي أداؤه متذبذب؟ هو ليه الأهلي النهاردة كويس مع إنه قبل كده كان وحش؟ وباستمرار الناس واقفة عند فكرة تذبذب الأداء ليه؟ كابتن طارق العشري حاول يجاوب عن أسباب هذا التفاوت في أداء الأهلي. نشوف إيه سبب التفاوت في مستوى النادي الأهلي هذا الموسم من وجهة نظرك؟ مفيش كده، ضغط المباريات مهم جدا، الأجواء اللي بيلعب فيها النادي الأهلي طبعا أجواء، أنت عارف من ضمن الحاجات السلبية اللي بتواجه الفرق ان الفرق كلها بتلعب على الاجواء اللي احنا بنلعب عكسها. يعني مباراه المريخ، المباراه الظهر في الثالثه عصرا ديت، يعني من في توقيت في السودان، تعرف درجه الحراره جدا جدا عاليه جدا جدا، وايضا كان في اعتقد في مع سيمبا نفس الكلام، هتلاقي درجه الحراره اثرت كتير جدا على اللاعبين، خاصة ان مفيش ادابتيشن، لان انت دلوقتي الوقت قصير جدا جدا في انك بتروح الدول دي يوم والتاني بتلعب والتالت بتمشي. كان زمان الدنيا بتختلف، على الاقل بتقعد اسبوع عشان تتاقلم. لكن الشيء المهم ان حتى في ظل انخفاض المستوى لكن الهدف بيتحقق، وده مهم جدا جدا خاصة في فرق البطولة. لما ينخفض المستوى مهم جدا جدا تحافظ على النتيجة، لان انت دايما بتمر بين مرحلة صعود وارتفاع في المستوى ومرحلة هبوط للاعبين، نظرا للإجهاد، نظرا لضغوط المباريات، نظرا للمباريات الدولية. رأيك في بيتش موسيماني في تجربته مع النادي الأهلي حتى الآن؟ أنا شايف إن الراجل بيحط لمساته وابتدى يعني يخطو خطواته الأولى في تثبيت أقدامه مع النادي الأهلي. النتائج هي بتعبر عن شخصية المدرب. أي مدرب النتائج بتتكلم عنه، هو انا شايف من على صعيد النتائج الدنيا الحمد لله مستقره بشكل كبير جدا. طبعا هو قال نفس الكلام اللي كنا قلناه، هذه ليست مباررات يا جماعه، لكن بنحط الظروف اللي اتوجد فيها الفريق تقدر تاثر بنسبه قد ايه على الاداء، ومش معنى ان انا لعبت في الظروف دي قبل كده وكسبت ان دي هي تبقى قاعده. يعني ممكن يجي يقول لك انت هتقول لي الحراره، ما انت لعبت في الحراره، ما هتقول لي الملعب، ما انت لعبت في ملعب أسوأ منه، ما انت ايوه، بس مش كل مره الظرف بيختلف، دوافعك حتى مش الدوافع بالقوة. كمان انت حالتك البدنيه، الكلام ده كان من اسبوع، ما انت مسافر ورجعت وبسافر يعني المساله كل ثلاث ايام. انا حتى لاحظت انه يمكن حفيظ دراجي في المباراه المعلق قال لك شيء غير طبيعي ابدا ان انت في تقريبا 32 يوم بتلعب 15 مباراه، ما حدش بيقيس الكلام ده. لكن هو مؤكد له علاقه ان ما بقاش في احسن حالاتي، ولما ما تبقاش في احسن حالاتك يحصل التذبذب. بس طيب يحصل التذبذب، الخروج منه ازاي بعد الفاصل؟ اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن منذ قليل انتهت مباراه تنس الطاوله في الدوره المجمعه الثانيه المقامه في صاله هيئه قناه السويس في الاسماعيليه. على مستوى الانسات الاهلي فاز على الزمالك 3-1، مثلت الاهلي مروه الهضيبي وعايده رحمه وهنا جوده. كويس، الاهلي فاز بالدوره الاولى ودي الدوره الثانيه. مبسوط قوي من تواجد هنا جوده والهضيبي، معنى كده الموضوع انتهى. وقبلوا قرصه الود وبيمارسوا دورهم في حسن تمثيل النادي الاهلي. وفي بطوله الرجال ايضا في الدوره المجمعه الثانيه للرجال، في بطوله الدوري المقامه
في صاله هيئه القناه في الاسماعيليه، الاهلي فاز 3-0 على مصر للتامين وعلى المعادي، وبيمثلوا محمد البيالي ومحمد شومان وشادي مجدي. شوف كل سنه الاهلي فجأة باسماء جديده. عمال، وده دليل ان في مدرسه. ايوه. في مدرسه متفوقه في تنس الطاوله رجال وسيدات. تمشي دي تحترف بره، يمشي ده يحترف بره، لا بيطلع لك حد صاعد واعد ويظل الاهلي في نفس المكان. وهو دي لما يعني السياسه الناجحه لاي فريق، انك انت باستمرار يبقى التنافس الداخلي اقوى من التنافس الخارجي. طيب نرجع بقى مرجوعنا للكوره، وكان الكلام على كيف عندما يغيب الاداء لا تغيب الشخصيه، وحضور الشخصيه هو اللي بيعوض اي هزات ممكن تحصل في الاداء، وبيحقق نتائج ان شاء الله يتبنى عليها في اللي جاي بشكل احسن. مباراه الاهلي والمريخ شهدت لقطه مش ايجابيه قوي في ما بين الشناوي وما بين محمد هاني. ايه اللي حصل وازاي شخصيه الاهلي حضرت بسرعه في هذا المشهد؟ نشوف راي الزميل ابراهيم عبد الجواد في اون تايم سبورتس. لقطه ان الشناوي بيعنف محمد هاني لقطه غير موفقه. اللقطة الأحلى والأجمل هي اللقطة اللي حصلت مع بداية الشوط الثاني، لما محمد هاني راح بس محمد الشناوي، محمد الشناوي شجعه والدنيا خلصت في 10 دقايق. هو دي أو هي دي اللقطة اللي أنا عايز أتكلم عليها. ليه؟ لأن المواقف الثانية أو اللقطة السلبية اللي حصلت دي، حتى لو هي لقطة سلبية، حتى لو هي لقطة مش حلوة مش موفقة، بس بتحصل، وارد إن هي تحصل. الفكرة أنت بتتعامل معاها إزاي؟ بتحلها إزاي؟ بتوقد الفتنة في مهدها إزاي؟ على طول الموضوع خلص مع بداية الشوط الثاني. ومن الذكاء والحكمه والفطنه ان انت تحلها بنفس الشكل اللي حصلت بيه. يعني كان ممكن ده يحصل في اوضه اللبس وخلاص، ويبوسوا بعض ويسلموا على بعض وخلاص وموضوع خلص، وينزلوا الشوط الثاني والدنيا ما فيهاش اي مشكله. بس بص الذكاء الاداري بقى، الذكاء الاداري في كيفيه بروزه اللقطه واخراج اللقطه للجمهور. زي ما اللقطه السلبيه حصلت قدام الناس وقدام الكاميرات، فاللقطة الإيجابية تكون قدام الناس وقدام الكاميرات، عشان تمنع أي كلام وتمنع أي أقاويل وتمنع أي حديث مش صحيحة. وكمان ذكاء إداري يحسب للنادي الأهلي إن الموضوع ده بيحصل بسرعة ويحصل قدام الناس كلها، فما حدش يقدر يتكلم ولا يزود ولا يقول ويعيد في الموضوع ولا يختلق أحاديث وتفاصيل ما تكونش موجودة. فطبعا قرار صحيح من مجلس إدارة النادي الأهلي برفض وتوقيع أي عقوبة على محمد هاني ومحمد الشناوي. طيب هنا كلاش حصل، لقطة حصلت سلبية مش إيجابية قوي، لكن سريعا بيتم تدارك الأمر وتكون اللقطة الأجمل يا باشمهندس في هذا اللقاء. ما هو قال زي ما قال لك ده ذكاء إداري. لما كانتش لحظة اللي فوته على اي حد عايز يزايد على اللقطه اللي هي بتسمى سلبيه، انا بسميها لما تكون الدنيا مكعبله كده ممكن جدا يحصل لقطه زي دي، ان واحد يعني يسخن على زميله بس ما يتخانقش مع نفسه. هي الفكره كلها، هل هو بيتعالى عليه بيلبسه مسؤوليه، ولا هو يعني نوع من انواع الغيره على الموقف نفسه؟ فهي اتخذت بحسن نيه، وده راجل الكابتن، والحقيقه محمد هاني انسان مهذب وشناوي انسان مسؤول، فبسرعه بذكاء دي اهم حاجه. الصلح بقى قدام الناس، عشان ما انت عارف ليه ما حصلتش قدام الناس؟ مهما قلت بقى الصلح وهيقول لك انت اللي بتلم وراك. لا اهي، فده مهم جدا. طيب ما تقلقوش على الاهلي ليه؟ نشوف ابراهيم فايق قال ليه. الشوط الاول مش ده النادي الاهلي، مش دايما اقولها، قلناها قبل كده كتير في مواقف شبه كده. امتى تبقى فرقه بطله؟ امتى تبقى فرقه كبيره؟ لما وقفتك في الملعب تتعدل، لما تعرف ترجع في النتيجه، لما تعرف تلم نفسك. الاهلي ما قدمش الاداء المقنع، بس اللعيبه عرفت ترجع تاني في المباراه، عرفوا تاني يسجلوا هدفين، عرفوا بشخصية الأهلي اللي ما كانتش موجودة الشوط الأول. وشخصية الأهلي لما تبقى موجودة وانت في أسوأ حالاتك، فده في حد ذاته
مش عايز اقول، عايز نقي التعبير الامثل يعني، ادي الشطارة. امتى تعرف تطلع باقل الخسائر وانت مش في افضل حالاتك؟ الاهلي النهارده طلع باقل الخسائر، خد بالك تعادل الاهلي ده اقل الخسائر، خد بالك. الاهلي النهارده بيتاهل، بس جمهور الاهلي لا مش مبسوط. جمهور الاهلي لا قلقان. بس بقول لك ما تقلقش، لكل مباراه ظروفها، ولكل مباراه شكلها، وكل مباراه اجواءها المحيطه بيها. في النهايه الفرقه عندها رصيد، وفي النهايه هي عرفت ترجع، عرفت ترجع تاني، عرفت تتعادل تاني، عرفت تبقى جوه المباراه تاني. الاداء ما هوش احسن حاجه، الاداء فيه نقاط فنيه هنقف عندها ونتكلم فيها، ما عندناش مشكله. بس اللي دايما تقيم بيه الفرقه اللي قدامك فرقه عندها خبرات ومتماسكه بحته الرجوع، انا عرفت ارجع. طيب كل الكلام اللي قاله استاذ ابراهيم انا معاه حقيقه، يعني عبر، يعني لو تحدثت عايز اقول كده، كويس ان هو اللي قاله، لان تملي هيتقال لك ما انت مش عارف ايه، ما تقلقوش وما تخافوش وده يوم مش كويس، وكل ده محطوط في الاعتبار. تلخيص جيد من ابراهيم فريد. طيب عربيا بقى، ازاي لو حد من بره من الكره العربيه باصص على دوري الابطال؟ شكر الواعر حارس تونسي دولي كبير، واحد من الحراس التاريخيين للترجي، لو تفتكروا جون سيد عبد الحفيظ في بطوله 2001، الكره اللي شاطها من نص الملعب وسقطت وصعد بيها الاهلي وكمل وكسب البطوله دي، كانت في شكر الواعر. شكر الواعر دلوقتي شاف دوري الابطال والفرق المرشحه مين؟ نشوف. هل الترجي لسه عنده كتير يقدمه في الادوار القادمه؟ لان هناك فرق كبيره جدا موجوده، منها النادي الاهلي ومنها سان داونز ومنها الوداد، ويعني مازيمبي بعيد شويه، لكن ابرز الحاضرين سان داونز والوداد المغربي والترجي. انا حسب تقديري مش يكونوا الاربع هذوما الترجي الوداد الاهلي سان داونز، ممكن هذوما الاربع باش يكونوا من احسن فرق في المجموعات. انديه كبيره، انديه عندها حظوظها، الكل تعرف بعضها، يعني باش يكون دوري صعب على الفرق الكل، وباش يكون نعرف الوداد عندها حظوظها، الاهلي كيف كيف، فريق تاريخ، سان داونز اليوم تلعب في لعب كره جميل ياسر، عندها فريق ممتاز، الترجي مهمة جدا اللي قاله الكابتن شكري الواعر، انه رشح النادي الاهلي من ضمن الاربع فرق رغم انه ليس متصدرا لمجموعته، وده اللي انا بقوله، ان الرانكينج بتاع المجموعات الاهم فيه التاهل للدور الثاني، لكن قوى الفرق لما الخبراء يتحدثون لا يمكن ان يتجاهلوا النادي الاهلي كاحد المرشحين. واللي مش هتقابله النهارده هتقابله بكره، يعني اللي مش هتقابله في دور الثمانيه هتقابله في السيمي فاينل او الفاينل، فخير البر عاجله. طيب شفتوا ازمه كره السله ولا زالت مستمره على فكره؟ لما اتكلمنا هنا وقلنا هي الناس ليه سايبه الحقيقه؟ والمهندس عدلي اشار في البدايه، هي الناس ليه همها خرق النظام؟ في نظام موجود. اتقال انه بعد 21 مارس مفيش جمهور يحضر، اتقال ان القصور حاضر على اعضاء مجلس الاداره. لا استثنى لا شيكابالا ولا امام عاشور ولا حازم امام ولا خالد بيبو ولا اي حد. ده قرار صدر وتم تنفيذه اعتبارا من 21 مارس، يرجع يقول لك لا ما مباراه الاهلي شهدت حضور جمهور، يا سيدي بقول لك من 21 مارس والقرار تم تفعيله وبسبب جماهير الزمالك في مباراه سموحه. احنا قلنا الكلام ده هنا، قالوا اطلعوا من البلد. طلعنا من البلد، رحنا نسمعه لقيناه في قناه الزمالك للاستاذ طارق جبريل يا باشمهندس، قال كلام مهم جدا في قناه الزمالك عن هذه الازمه، نسمعه. بس انت بيبقى احساس صعب قوي عليك اما تحس ان مفيش عداله. اقول لحضرتك؟ بصراحه؟ موقف السله اللي فات مثلا. انا ابن النادي يعني. لكن ليا راي ممكن ما يعجبش حد، بس انا بكلمه من طريقه يعني من بمفهوم قيادي شويه، بمفهوم اداري شويه، سميه زي ما تسميه يعني. في لائحه بتقول مفيش جمهور. غير الاداريين ومجلس اداره. تمام. لائحه بتقول كده. تمام. طيب.
فانت النهارده نازل ملعب في جمهور، الجمهور ده قليل ان شاء الله 10 خرجوا بره خلاص. انا اسف كابتن شيكابالا بص راسه معلش خاطري عشان نكمل الماتش لو سمحت. عادي جدا، انا عملتها مع مرتضى منصور وعزم مجاهد وانا كنت رئيس جهاز. كان ساعتها في جمهور بقى. يعني موقف حصل وكابتن عزمي الله يرحمه كان هو البطل هذه الموقعة. كان اهلي وزمالك في الصاله عندنا. والجمهور كان مليان على اخره. نصه اهلي ونصه زمالك. او الزمالك كان اكتر شويه. وتشجيع بقى واهلي وزمالك ونهائي دوري يعني كانت يعني مجزره يعني. واحنا مغلوبين. فرق واحد او اثنين على ما اتذكر، فرق اثنين او ثلاثه كمان. وبس لسه ماتش لسه قدامه وبقيت الشوط الثاني كله. فجينا في اول الشوط الاولاني حصل مشكله، فالمشكله بتقول لما الجمهور يشتم ده اللائحه عندنا في الهاندبول، الجمهور يشتم يدي انذار في كارت احمر يخرج لعيب من عندنا. تمام. خلاص؟ ما اعرفش ماشي لغايه دلوقتي ولا لا، بس اظنه ماشي. اه. فالجمهور تعرف الجمهور الكوره فيعني شتم وقال اغاني مش عارف ايه، فالحكم انذر شتم تاني راح مطلع كارت احمر لغى لعيب من عندنا. وكان عزمي كان كابتن عزمي موجود خلاص، ومرتضى كان منظور كان ساعتها نائب رئيس نادي. فلقيت كابتن عزمي الله يرحمه فلقيته بيهيج الجمهور اكتر. ليه؟ عايز يلغي الماتش. اللي هو قال لي انا. يعني انا جريت انا شفته. قبل ما يلعب ماتش لقيت عزمي نازل ملعب، نزل ملعب وبيزعق مع الحكم. وانت كنت رئيس جهاز كره اليد. عايز تحافظ على جريت له انا عايز احافظ انا عايز احافظ بص انا الاول عايز احافظ ما يصحش كده بص انا ليا كده يعني شويه مبادئ معينه كده يعني يمكن ما تعجبش ناس او تقول عليها اي حاجه لكن هو ده انا كده مش هتغير. ليه جمهور يشتم؟ مش جمهوري؟ وفصلتي؟ ليه يشتم؟ غلط. كارت احمر حقه يدي كارت احمر. يعني مش لايحه بتقول كده. هو ده الكلام. شخص محترم فاهم في الرياضه بيقول لك اللائحه كده، انا مساله عجباني مش عجباني، اذا حصل اختراق للائحه هاخد عقوبه، خلاص لازم اقبلها. عشان ما اخدش العقوبه احترمها وانفذها. وده اللي انا عايز اقوله، يعني الزميل الذكي جدا هاني حتحوت لما جاب الاستاذ محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري الحقيقه قدمه تقديمه ذكيه قوي، قال لك الانيق اهتم باناقه اللفظ واناقه المشهد وهو يقدمه. فهو ربطه في الحته دي، لما بدا يساله الاسئله بقى خرج من الاناقه للباقه بتاعه المحاور، ابتدى يساله الاسئله المحرجه اللي هو لقى نفسه عشان يظل انيق فابتدى يجاوب باناقه غير حاسمه. ممكن اصل احنا يعني دي فاتت هم اتفقوا مع بعض، الكلام ده فين المسؤوليه؟ تذكرها الاستاذ محمد عبد المطلب بعد الفاصل وكانت له الاجابات الحاسمه. طب لو الاهلي احنا هنطبق النظام بشكل صارم على الجميع، مش بنبص مين اللي غلط، احنا بنبص على الخطا، اللي ارتكب الخطا هيحاسب. ولذلك احنا لما نرجع على ماتش، معلش هطول في الحته دي عشان ليه علاقه بالتقديم اللي انا كنت عايزه، ماتش كره السله اللي لسه الناس واخداه في سياق التحيز للاهلي والمظلوميه وظلم الزمالك، ما احنا لعبنا قبل كده بجمهور في الاهلي تلعبت بجمهور في الاهلي لان في الحته اللي كانت تسمح بالمرونه اللي انا مش موافق عليها وكل الانديه ما كانتش بتعترض، فكانت الدنيا ماشيه، لكن نتيجه خطأك انت وخطأ جمهورك انت وحصل في ملعبك انت امام سموحه، انا شفت اللاعب الاجنبي بيضرب لاعب سموحه بالبوكس والمباراه بتستكمل، اديته انت تكنيكال فاول، لكن ازاي تستكمل المباراه؟ انت اديت واحد بالبوكس القاه ارضا ضربه قاضيه في الملعب، ما سمعناش عن تداعيات الموقف ده بالذات، لكن سمعنا عن تداعيات المباراه، ان طب المباراه اللي يحصل فيها حاجه زي كده نتيجه حضور جماهيري وشغب جماهيري حصل بعدها، ما قبلش
الجمهور اللي حاضر ما قبلش العقوبه على لاعب ضرب لاعب بالبوكس. فحصل شغب بعد المباراه. اتحاد كره السله بدل ما ياخد عقوبه على الملعب خد عقوبه على اللعبه. وقال لك مفيش جماهير خالص بقى. انت عايز ايه تاني؟ طب ما انت رحت اتحاد السكندري تقول اتفقنا، ما الاتحاد كان عنده جمهور وانا وافقت حر. بس غلط ان المباراه تقام. هو ده كنت اللي انا عايز اسمعه من الاستاذ محمد عبد المطلب. وعلى فكره مش الزمالك والاتحاد بس، كل المباريات لا اللي اتلعبت فيها حضور جماهيري محدود. يا سيدي يا سيدي انا بتكلم بعد القرار بقى. لا بعد القرار خلاص. ما هوش مش عايزين نرجع بقى نقول اصل كان بيحضر جمهور. القرار اتخذ، ما فيش حد خالص غير مجالس ادارات الناديين والاجهزه الفنيه والاداريه للعب فقط فقط فقط. انت رحت بقى اتفقت مع الاتحاد السكندري عشان ايه؟ تبرر لنفسك اما تغلط في ملعبك. ما انا وافقت الاتحاد السكندري. غلط ان كان اتحاد كره السله لا كان لازم يطبق هنا، ما سيبهاش لاتفاق الناديين. طب سبب الاتفاق الناديين انت فرطت، وهو بيحاول يحصر الموضوع. ما انا سبت للاتحاد والاتحاد لا، الاهلي والجزيره والزمالك والجزيره والاهلي والاتحاد كل المباريات ديت حصل فيها حضور محدود لانه دي قبل 20 مارس. الاتحاد كان بعد القرار يا استاذ ابراهيم. انا بتكلم اللي انت بتقوله ده كان مسموح بيه قبل 20 مارس، لكن بعد القرار انت مش مسموح لك تتفق مع حد، مش مسموح لك. ما ينفعش يتقال كنا بنسمح او هنسمح، ما هم اتفقوا وعايزين الدنيا تمشي، ما ينفعش الكلام ده. طب نفترض انك حاصل، انا ده مش معناه ان ده دي قاعده انك انت تيجي في ملعبك عايز تستفيد من الموقف ده، انك انت تحضر جمهور يثبت بشهادة الشهود تجاوزاته، مش تجاوزاته بس، انه مدفوع للدخول لإثارة المشاكل. طيب هتيجي تقول والله الجمهور خرج بعد ايه؟ قرابة الساعة، لكن فضل بقى عدد محدود من نجوم الفريق الكرة. هو انا عايز اسأل سؤال، هو انت لما بتحط نظام الاكسر الاشارة الحمراء ياخد غرامة بتستثني حد؟ المفروض لا. لا وبنقعد نفخر بان ده بيحترم بره ولازم يحترم عندنا، وبنتهكم على نفسنا في عدم قبول النظام. طب ليه احنا عايزين اي حد يستثنى؟ ماهيش قضيه شيكابالا، هي قضيه ان مفيش جمهور. وانا كنت اتوقع من النجوم الكبار اللي ذكر اسمهم، لان انا مش عايز اخدها في سياق النجوم والاشخاص، ان هم من نفسهم يعفوا الزمالك في حرصهم على مصلحه الزمالك انه ما يتعاقبش. لكن الإصرار على إحراج اتحاد كرة السلة أدى إلى إيه؟ عدم استكمال المباراة وتنفيذ اللائحة اللي ما تقدرش تقول أنت نفذتها ليه؟ لأنك أنت لو قلت نفذتها ليه يبقى أنت ما أنتش عايز، مش عايز نظام أصلاً، عايز ترتب كل موقف لائحة على الموقف اللي يخدمك. القضية قضية قبول بنظام. أنت لا تقبل أن تحاسب بالقواعد النظامية. كان هيبقى فيه مجاملة للنادي الأهلي ها لو إن أنت فضيت الصلاة والأهلي ما رضاش يلعب، يبقى الأهلي منسحب خلاص. لكن أنت الأهلي مستني يتفرج الاتحاد هيتصرف إزاي. السؤال الحاسم طيب من الأستاذ بقى الذي صاغه بلباقة أيضا، طب الناحية التانية لو كان حصل، قال له لا تانية ولا تالتة. هنا تذكر الأستاذ محمد عبد المطلب مسؤوليته كان حاسما، لا هنطبق النظام بصرف النظر عن الاسماء. اللوائح يا استاذ ابراهيم وضعت لتحترم وتطبق. اذا تم اختراقها لحساب ايا يقول لك لو خالد بيبو، اتصور ان لو خالد بيبو موجود وشاف المشكله كان هينزل من نفسه، لكن لو قعد وما نزلش كان هيتقال له من فضلك يا كابتن خالد بمنتهى الادب ومنتهى الشياكه. ولو كان زعل الكابتن خالد بيبو وهو ما كانش هيزعل كان يبقى غلطان. وبمناسبه السله، خلصت مباراه الاهلي والاتحاد منذ قليل، الاتحاد كسب، لكن الاهلي اهم من او اكبر من خسارته للمباراه خسر جهود لاعبه ايهاب امين، اصيب اصابه مؤثره شويه يمكن رجله لفت. ما هي نفس الاصابه. هو عايز ما هو لعيب مؤثر جدا جدا، لعيب مؤثر جدا جدا ايهاب امين. والحقيقه كره السله السنه دي مش عارف الفريق اكتمل 3 4 ماتشات للاسف.
هو طبعا في ترتيب هي الدور ده تمهيدي عشان تشوف مين هيلعب مين في الدور الجاي للترتيب، لكن يعني يظل الاهلي في الرابع ولا اثر على نبقى نعرف بعدين. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه دايما حريصين ان احنا نحط حضراتكم في الصوره اولا باول في كل الاحداث الرياضيه اللي بتحصل. منذ قليل انتهى المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي بخصوص مباراه الاهلي وسيمبا، وايضا المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب سيمبا. معنا على الهاتف موفد قناه الاهلي للمؤتمر الصحفي الزميل محمد توفيق. مساء الخير يا محمد. مساء الخير استاذ ابراهيم، مساء الخير باشمهندس عادل، يعني تحياتي ليكم ولكل مشاهدي ملك وكتابه في كل مكان. يعني بالفعل انتهى منذ دقائق المؤتمر الصحفي الخاص بمستر موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وكان موجود من لاعبي النادي الاهلي محمد الشناوي كابتن الفريق، وكمان المؤتمر الصحفي لسيمبا التنزاني بوجود المدير الفني دي جوميز وكابتن الفريق كاجيري. يمكن لو هحط عناوين كده صحفيه زي العناوين اللي حضرتك بتعودنا عليها دايما استاذ ابراهيم للمؤتمر، ابرز عنوان قاله موسيماني قال احنا الاهلي، وابرز عنوان يمكن كمان هنحطه لكلام ديدي جوميز قال الاهلي رقم واحد في افريقيا. ده اعتقد ابرز يعني زي ما بنقول عنوانين في المؤتمر. لكن المؤتمر الاهلي يمكن مستر موسيماني اتكلم في البدايه قال ان بالفعل عندنا بكره مباراه مهمه في حسابات التاهل، هي لا تعني شيء، ولكن احنا بنلعب مباراه الغد لنادينا ولجماهيرنا اللي دايما متعودين على الفوز. النادي الاهلي سواء النادي كاداره او كجماهير مفيش اي حاجه بيتلعب عليها غير الفوز. الشناوي اتكلم قال مباراه كبيره طبعا، يمكن اتكلمنا مع بعض وان شاء الله عازمين على تحقيق نتيجه كبيره، ويمكن قال برضو نفس الكلام اللي قاله مستر موسيماني ان احنا بنلعب المباراه دي من اجل نادينا ومن اجل جماهيرنا بغض النظر عن حسابات الصعود. يمكن بعض الاسئله توجهت لمستر موسيماني خلال المؤتمر، كان اول سؤال اتوجه له عن التشكيل غدا وهل هيلعب ببعض العناصر ويريح بعض العناصر، فقال يمكن مباراه الغد يعني فيها سوء حظ وحسن حظ كبير جدا لينا، احنا كان اتمنى ان انا العب بسكواد كامل او بتشكيل كامل بدون اصابات، لكن للاسف التغييرات اللي هعملها بكره هكون مجبر عليها مش بمزاجي، مش عشان اريح لعيبه وادي لعيبه فرصه، لا انا مجبر بكره على تشكيل بكره نظرا للعدد كبير جدا من الاصابات في الفريق، وكمان عشان عاوز احافظ على خط الدفاع بتاعي عشان ما يتعرضش اي منه لاصابه بالغه في الفتره الجايه وانا محتاجه سواء في الدوري او باقي المشوار في بطوله افريقيا. كمان اتسال مستر موسيماني عن التاهل في المركز الثاني، قال بالطبع كنت اتمنى ان انا اصعد في المركز الاول، لكن عاوزين نبص للموضوع بشيء من الايجابيه والتفاؤل، وعاوزين نبص على تاريخ البطوله السابقه، يمكن احنا صعدنا في اخر مباراه، المره دي صعدنا في المباراه قبل الاخيره، ولا احنا صعدنا الموسم اللي فات في المركز الثاني ولكن يعني قدرنا نحقق البطوله ونروح كاس العالم انديه وناخد كمان المركز الثالث، وقال يمكن عاوزكم تدوروا في التاريخ البطوله اللي فاتت على بالتحديد كل الفرق اللي صعدت تقريبا في المركز الاول كلها خرجت من دور الثمانيه، معظم الفرق اللي كملت للادوار النهائيه كانت فريق من اصحاب المركز الثاني. ويمكن اتكلم عن تجربته مع سان داونز وان هو كان دايما بيطلع في المركز الاول لكن كان لا يوفق ولا يصل نهائي البطوله، حتى اتكلم على البطوله اللي كسبها في مع سان داونز في 2016 قال ان البطوله دي انا كنت خرجت بالفعل اصلا من دوري المجموعات وعدت للبطوله بخطا اداري للفريق فيتا كلوب اللي كان بيلاعبني في مباريات دور ال 16 وعدت تاني للبطوله بعد ما كنت خارج البطوله وتوفقت وقدرت اوصل للمباراه النهائيه وافوز بالبطوله كمان. كمان السؤال عن سؤال اي الفرق تحب يعني تقابل في دور الثمانيه، عندك سان داونز الوداد الترجي الثلاث فرق الحاصله على المركز الاولى في المجموعات الاخرى، انا ما احبش اجاوب على سؤال زي كده، انا مش هتكلم على فرضيات انا هتكلم على الواقع. احنا الاهلي ده يمكن العنوان اللي قلته حضرتك في البدايه قال في اجابه هذا السؤال احنا الاهلي جاهزين لاي حد، ويمكن الناس كلها شافت نتائجنا الموسم الماضي مع سان داونز نفسه وخرجناه ومع الوداد ومع الترجي، يمكن النادي الاهلي اعتاد الفوز على الترجي سواء هنا في مصر او كمان في تونس وتحقيق بطوله افريقيا في 2012 من استاد رادس بتونس. اتسال عن اصابه معلول قال طبعا انا مش مؤهل للرد طبيا على هذا السؤال، ولكن طبعا معلول لاعب مهم انا مفتقده خاصه من ماتش بايرن ميونخ في كاس العالم للانديه، لكن ده مش عذر للفريق ان الفريق ما يقدش بشكل كبير، احنا فريق كبير ويعني النادي الاهلي لا يتاثر بغياب لاعب. كمان اتسال يعني مباراه الغد امام سيمبا التنزاني انها مباراه سهريه،
قال لا طبعا كرة القدم تلعب من أجل المتعة، ما فيش حاجة اسمها صقر في كرة القدم، احنا بنلعب من أجل الفوز، النادي الأهلي دايما بيلعب من أجل الفوز، لكن ما فيش في قاموسنا كلمة صقر. يمكن كابتن محمد الشناوي أحد الصحفيين سألوا بقى عن مباراة المريخ وتراجع الأداء، قال طبعا أنا بشكر اللاعبين اللي رجعوا لأدائهم ومستواهم اللي معودين دايما جماهير النادي الأهلي عليه، وكانوا على قدر المسؤولية في الشوط الثاني وقدروا يخرجوا بالهدف اللي احنا سافرنا من أجله. احنا كنا مسافرين عشان نصعد سواء بالفوز أو التعادل، والحمد لله الهدف اتحقق، وإن شاء الله فيما تبقى من مشوار البطولة يكون هو دوت المرجو من النادي الأهلي والفوز بالبطولة والوصول للمباراة النهائية. نروح بقى للمؤتمر الصحفي لنادي سيمبا. يمكن كلام مستر ديدي جوميز المدير الفني لسيمبا التنزاني، اتكلم قال بكرة قدامنا مباراة كبيرة أمام نادي كبير النادي الأهلي، طبعا احنا صعدنا لكن هدفنا ان احنا نحافظ على على سجل الفريق خالي من الهزائم في البطوله. كمان كاجيري لاعب الفريق قال احنا بكره هنلعب فرقه النادي الاهلي وفرقه قويه، لكن احنا كمان فرقه قويه هنلتزم بتعليمات المدرب وجايين نلعب عشان نخرج من غير خساره. يمكن الصحفيين بقى سالوا ديديجو ميز عن مباراه الاهلي الاولى، قال طبعا انا سعيد بالفوز على النادي الاهلي، النادي الاهلي فريق كبير، انا احترمت النادي الاهلي واديته قدره ولعبت بشكل دفاعي، وعشان تواجه فرقه زي فريق النادي الاهلي لازم يكون عندك نظام دفاعي محكم، عشان النادي الاهلي لا يمكن اللعب معاه وانت بتسيب له مساحات. قالوا في حاله استحواذنا على الكره عندنا لعيب اكثر من لعيب مهاري بيقدر يعمل فاعليه ونقدر نهدد مرمى الخصم. كمان اتسال عن مواجهه الاهلي وانك انت طلعت الاول في مجموعه فيها الاهلي، هل ده رفع سقف طموحك في البطوله؟ قال بالطبع، ده العنوان اللي قلت لحضرتك في البدايه، النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا. قال النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا، كوني ان اكسب النادي الاهلي واكون في مجموعه واطلع اول، ده طبعا بيخلينا ابص على ابعد مدى في البطوله وابص على المباراه النهائيه، وده حق مشروع لينا. انا عندي اكثر من 20 لاعب من جنسيات مختلفه، الفريق مكتمل الصفوف، انتوا اتفرجتوا على ادائه، وانا هلعب مباراه الغد من اجل ان انا اوري افريقيا كلها اداء سيمبا هيبقى عامل ازاي امام النادي الاهلي كبير افريقيا. اتسال كمان عن تجربته في الاسماعيلي وهل فادته في مواجهه الاهلي، قال بالطبع، وكمان كان متابع مباراه الاسماعيلي بالامس وقال ان هو سعيد جدا بتحقيق النادي الاهلي النادي الاسماعيلي امبارح بالفوز ويتمنى ان النادي الاسماعيلي يخرج من كبوته. يمكن كمان سال على الاصابات والتشكيل بكره، قال فريقنا خالي من الاصابات، بنلعب بتشكيلنا كامل، جايين نلعب امام بطل افريقيا، جايين نخرج من غير هزيمه علشان نحافظ على سجلنا خالي من الهزائم. ولما سأل عن ابرز النصائح اللي اداها اللاعبين، انا حاولت ادي لعيبتي الثقه واقول لهم ان احنا بنلعب امام النادي الاهلي، ما ينفعش نسيب له مساحات، لان انك تسيب مساحات امام النادي الاهلي ده هيكلفك كتير. وقال متفائل ان عندي مجموعه من اللاعبين في الخط الامامي يقدروا يعني يعملوا الفارق امام اي فريق. ده كان ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي لمستر بيسو موسيماني محمد الشناوي، وكمان المؤتمر الصحفي لسيمبا التنزاني وبقياده ديدي جوميز ولاعب الفريق كاجيري. الكلمه ليك يا استاذ ابراهيم والمرن سعد. شكرا جزيلا يا محمد، الحقيقه حطيتنا في الصوره كامله. شكرا جزيلا محمد توفيق موفد قناه الاهلي الى المؤتمر الصحفي بتاع سيمبا. مساله المساحات دي اللي عايزه الناس تخلي بالها منها دايما في التقييم الفني، يعني هيحصل زحمه في المكان اللي هتبقى فيه الكوره. الزحمه دي عايزه حاجتين، مهاره وسرعه. ان ما كنتش في احسن حالاتك المساله ما بتبقاش سهله. بس وكان كلام موسيماني الحقيقه اتسق مع اللي احنا استعرضناه مع حضراتكم. ماذا يعني الصعود الاول او الثاني؟ قال بالعكس، هو لاحظ ان البطوله بتاعت السنه الماضيه اللي صعدوا اوائل المجموعات خرجوا من دور الثمانيه، واللي كملوا كانوا التواني. وعشان نفكركم، الاهلي والزمالك الاثنين اللي لعبوا فاينل كانوا التواني في مجموعاته. وكمان استدل بيتشو موسيماني لواقعه سان داونز نفسه، قال لك المره اللي خدت فيها البطوله كنت خرجت اصلا من البطوله وروحت، وتم استدعائنا تاني عشان ندخل. دي نقطة مهمة ودي حصلت مع أكتر من فريق حتى على مستوى الأمم. يعني الدنمارك واليونان عندهم وقائع شهيرة. اليونان والدنمارك قلتها دخلوا بدل فرق وخدوا البطولات. فاحنا عايزين نقول ما بقتش الدنمارك كانت الأمم الأوروبية 92. وما كانوش هم الأبطال المؤهلين بالظبط، ده دخلوا بدل فرق استبعدت وخدوا البطولة. احنا عايزين نقول يا جماعه كره القدم فيها توفيق، ولا تحترم الا من يحترم، ولا تحترم الا من يحترمها. ده كلام مهم جدا، كان مسك الختام لحلقه الليله. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله. تصبحوا على خير.